أخبار اليوم. أنا عاوز أقول حديثة كده طريقة بالنسبة لسعاد، إن أنا برضه كنت لسه ده كان رابع فيلم، ودي سعاد حسني نجمة كبيرة يعني. وسعاد كان عندها العادة إنها بتحفظ السيناريو كاملة يمين شمال، يمين بمعنى الوصف والحوار. انا من نوع المخرجين اللي ممكن يغير المكان نفسه بيخليني اغير حكايتي. فكان في مشهد ليها هي واحمد زكي اللي هم اتجوزوا تاني يوم، السيناريو مكتوب ان هو يعني يروح السفره وهيفطر وهي بتدلعه، وانا الديكور يفصل ما بين اوضه السفرة واوضه الجلوس، وعلى انها بيفصلهم لحظه فبيبقى بيتلامسوا الازاز اللي بيفصلهم، على اساس ان هو شخصيه في الفيلم كان هيموت يعني. فحسيتنا لحظه شاعريه. فلما جت سعاد رحت جبتها وقلت لها، شرحت لها المشهد كما أرى، فهي قالت لي يا الله حلو يا محمد، بس ما تيجي تعمله بطريقتين، يعني اعمله زي اللي مكتوب واعمله زي ما انت شايف. انا طبعا كان دمي حامي جوايا اتضايقت، بعدين قلت لو اتخانقت فما ممكن الفيلم يقعد. عملت الطريقه اللي انا عاوزها الاول، ورحت قعدت في اوضتي وهما بيحضروا القرعه للطريقه الثانيه. انا ما اتحركتش من اوضتي، فات تلت ساعه بتاع، لقيت خبط على الباب، لقيت سعاد بتخش، قبلت الباب، هي قبلت الباب وانا وهي لوحدنا. قلت لها يا مدام سعاد، انا مش عايز اغير، وانا بعمل المشهد بطريقه واحده بس، وعيب تكسفيني قدام الناس. فاخدتني من ايديا وطلعت بره على طفي النور، ما عملناش طريقه اللي هي مكتوبه. يعني باختصار وقف معايا، ومن لحظتها اصبح علاقتنا ممتازه حتى بعد الفيلم، يعني حتى في اخر ايامها كان في اتصال بينا. السيدة فاتن حمامة وسعاد حسني اللي عمرهم ما عملوا فيلم مع بعض. وقلت بقى لو انا فعلا وفقت ان انا اجيبهم فدي يعني ضربة كبيرة يعني. فعلا قعدت مع كل واحدة فيهم وكلهم قالوا ما عندهمش مانع، انما كان المبدأ بس ما كانش يعني ساقطين قوي. المهم في الاخر ما ينفعش تعد لوحدها، لان كان وجهه نظرها الشخصيه مش زي ما انا شايفها. لا لا لا، كانت شايفه يعني، هي كانت يعني كانت شايفه الشخصيه، يعني مثلا جوزها هي كانت بتلعب دور كاملة، شايفه الشخصيه جوزها انه لازم يكون يعني رومانسي، انا كنت رافض.